الحمد لله العزيز الوهاب الذي أنزل على عبده ورسوله محمد الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وجعله معجزة خالدة يشاهدها من عاش في زمن الوحي ومن غاب، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، من سلكه وعمل به فله البشرى والثواب. لنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم. والله عنده حسن المثواب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم وما عند الله خير للأبرار، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن
إِنَّ